أهلا بكم. لماذا يظل ملف المغيبين في العراق معلقا؟ وماذا يعني استغلال ملف المغيبين قسريا في جرف الصخر وغيرها من المناطق لتحقيق مكاسب في الانتخابات المقبلة في العراق؟ ما تداعيات استمرار عمليات التغييب القسري ومساوماتها وآثارها على المشهد العراقي؟ لماذا مع اقتراب الانتخابات يبدأ استخدام ورقة المغيبين والمعتقلين تارة بالكشف عنهم وتارة أخرى بالعمل على إعادة النازحين إلى مناطقهم، بينما سنوات طويلة يطالب ذوي المعتقلين بمصير أبنائهم الذين تم اعتقالهم وتغييبهم بتهم كيدية من المخبر السري أو بشكل عشوائي، ويتم أخذ اعترافات منهم بالتعذيب دون محاكمة أو يتم محاكمتهم من غير توافر ظروف ومعايير قضائية صحيحة أو بدوافع انتقامية وطائفية. كيف ينظر القانون الدولي لاستغلال ملف المعتقلين سياسيا في العراق؟ وكيف تتعاطى منظمات حقوق الإنسان مع ما يتعرض له المعتقلون من إذلال وتغييب وابتزاز ومساومة إلى آخره؟ لا سيما أن الميليشيات المدعومة من إيران تمنع عودة النازحين لمناطقهم وتقوم على إدارة عمليات التغييب القسري والسجون السرية والعلنية. سنضع تحت الضوء في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام ملف المغيبين واستغلال هذا الملف سياسيا مع اقتراب الانتخابات. نبقى مع هذا التقرير ثم نبدأ بالحوار، كونوا معنا. بتهم كيدية أو وشايات كاذبة من المخبر السري أو بشكل عشوائي، هكذا يعتقل العراقيون بطريقة وحشية لا تمت لحقوق الإنسان بصلة، فضلاً عن المغيبين قسراً الذين أغلقت دونهم الأبواب وأعيت ذويهم شتى وسائل البحث عنهم من دون جدوى. والله أنا ما شايفة ابني، ولا أدري وين ما وين، ولا أعرف أخباره، يعني ما أدري وين، ولا أعرف إيش أكل، إيش شرب، إيش لبس. والله وجدتي عليها دعاوي كيدية لا بها ولا عليها، لا إرهاب هو ولا قاتل ولا كل شيء مسوي، مجرد سايق تاكسي لا بها ولا عليها والله العظيم. المعتقلون في العراق يعيشون سنوات طويلة بوضع يفتقر إلى أدنى أسباب الحياة ومن دون محاكمة، ومن يمنح منهم حق المحاكمة فإنه يواجه قضاء طائفيا وسيلا من التهم التي لا يجد خلاصا منها إلا بحبل المشنقة. ذوو المعتقلين والمغيبين قسرا يطالبون ببيان مصير أبنائهم أو بإصدار عفو عام لعلهم ينهون مأساة آلاف المعتقلين، لكن تلك المطالبات تذهب أدراج الرياح في كل مرة. أقولهم هاي العالم دا تناشدكم، يعني ماكو ضمير، ماكو إنسانية، ليش ما تشوفون حال هالشعب، هذا الشعب المسكين اللي حرمتوه، صار لنا حوالي 18 سنة، أولادها كل العالم أكثرها بالسجن، كلها تهم إرهاب وتهم كيدية وكلها مخبر سري، ليش هالعالم هاي ما مظلومة؟ فقد أصبح العراق في ظل هذه الحكومات أمام طريق طويل لتحسين مكانته بعد تراجع ترتيبه في مجال حقوق الإنسان داخليا ودوليا من جراء الانتهاكات الحاصلة بحسب مفوضية حقوق الإنسان في العراق. الحكومة الحالية ومن قبلها تتخذ بمؤسساتها الأمنية إجراءات تعسفية وسياسة قمعية في حملات الاعتقالات التي تقوم بها، والتي بني أغلبها على الفساد المستشري لممارسة الابتزاز أو بدوافع انتقامية وطائفية، وما يتبعها من مساومات مالية وسوء معاملة وإذلال لذوي المعتقلين عند زيارة أبنائهم في السجون الحكومية. منظمات حقوقية أكدت تصاعد شكاوى الابتزاز التي يتعرض لها ذوو المعتقلين في العراق من عند ضباط التحقيق والعاملين في مراكز التوقيف والسجون بشكل غير مسبوق. ومع اقتراب الانتخابات بدأ استخدام ورقة المعتقلين بالوعود الفارغة وكذلك إعادة النازحين إلى مناطقهم، مع أن ميليشيات الحشد صرحت بأن لا عودة لنازحي جرف الصخر شمالي محافظة بابل إلى مناطقهم، مع ما يعانيه أهل هذه الناحية من ظروف قاسية في مخيمات النزوح للسنة السابعة على التوالي، مع تضاؤل الأمل بإمكانية عودتهم بسبب سيطرة الميليشيات على الناحية واستخدام مصانع للصواريخ وسجونا سرية بحسب منظمات حقوقية.
أرحب بداية بضيوفي في هذه الحلقة، وهم كل من الأستاذ عبد القادر النايل الكاتب والباحث والمحلل السياسي العراقي، انضم معي عبر سكايب من عمان. أستاذ عبد القادر النايل، مرحبا بك. أهلا وسهلا بكم ومشاهديكم الكرام وضيوفك الأعزاء. نعم، كما أرحب أيضا بالدكتور فاروق الفتيان الدبلوماسي والأكاديمي العراقي، انضم معي عبر سكايب من أثينا. دكتور فاروق، مرحبا بك. اهلا وسهلا بك وبمشاهدي قناه الرافدين وبضيفك الكريم. اهلا بك دكتور. ارحب ايضا بالدكتور محمد عماد، مدير الشؤون القانونيه والسياسات بمنظمه سكاي لاين الدوليه لحقوق الانسان في اسطنبول. دكتور محمد عماد، مرحبا بك. اذا ابدا معك استاذ عبد القادر النايل، ملف المغيبين في العراق بقي معلقا منذ احتلال العراق وحتى اللحظة، يعني عبر الحكومات المتعاقبة وابتدأ بالاحتلال الأمريكي للعراق، والآن هناك الآلاف ربما من المغيبين قسريا لا يعلم ذووهم مصيرهم، لاقوا ما لاقوا من إذلال ولاقوا ما لاقوا من اعترافات بالقوة وبالإكراه باستخدام التعذيب، ولكن هناك أخبار تترى عنهم وهناك أخبار تنقطع. الآن مصير المغيبين هؤلاء، من يتحمل مسؤوليتهم أو مسؤوليتهم في العراق من وجهة نظرك؟ من المعلوم تماما أن العصر العملية السياسية جاءت لتدمير العراقيين جميعا، وبالتالي أهم بناء في العراق هو البناء الإنساني، والشعب العراقي يتعرض إلى إبادة حقيقية على جميع المستويات وفي مقدمتها المغيبين الذين يجري عملية انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان عليهم. والأحزاب المشاركة في العملية السياسية هي مسؤولة تنفيذية مباشرة على ما جرى من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في ملف المغيبين، لكن الاحتلال الأمريكي والإيراني والبريطاني هو المسؤول الأول عن ما يجري في العراق من تدمير للشعب العراقي وما يجري من عمليات ممنهجة أطلقت يد الميليشيات فيها والأحزاب السياسية التي هم دعموها وأوصلوها للحكم وهم من اتخذها شعار لما يسمى بالديمقراطية. فإذا نتيجة الاحتلال الأمريكي البريطاني الإيراني للعراق المركب الذي يهدف إلى تدمير الإنسان العراقي فضلا على تدمير العراق كبلد، لكن معلوم تماما قوام العراق هو يتوكل من مواطنيه لأنهم هم أساس نهضته، وهم يعمدون على عملية إنهاء الشعب العراقي حتى لا ينهض من جديد. وبالتالي يجري من ضمن هذه الملفات ملفات المغيبين الذي يجري عملية الاعتقال عليهم بطريقة واضحة تماما، وإلا فإن الاغتيالات والتدمير الاقتصادي والصحي وغيرها من مؤسسات الدولة هي مكملة لتدمير العراق كبلد له شأن في المنطقة كبير. لكن يعتمد التدمير الأول على الإنسان العراقي، والمغيبون هدف أساسي للعملية السياسية وأحزابها، بل بقاء السلطة الحالية في العراق متكون على انتهاكات حقوق الإنسان وفي مقدمة المغيبين الذين يعانون معاناة شديدة من خلال تغييبهم، ولا يعلم ذويهم هل هم أموات أم هل هم أحياء، ولا بالتالي يعني أمام جريمة العصر في العراق عندما يرى العالم ويتفرج بكل مؤسساته مجلس الأمن وغيره يتفرجون على مواطنين عراقيين ليسوا بالعشرات إنما هم بمئات الآلاف. هيومن رايتس وحدها قالت المغيبين في العراق من 250 إلى مليون شخص عراقي يجري عدم معرفة يعني مصيرهم، وبالتالي يتفرجون على عدم معرفة مصير هؤلاء، لا هم أموات ولا أحياء ولا إذا كانوا في سجون، ولا يتم معرفة زيارة ذويهم إليهم، وبالتالي تتحفظ هذه الحكومة وتدعم السجون السرية لهم. نعم. دكتور فاروق الفتيان ينضم معي عبر سكايب من أثينا. دكتور فاروق، هيومان رايتس ووتش عندما تتحدث عن نحو مليون مفقود أو مغيب قسريا في العراق، العالم كله قد يعني ربما يصمت عما يجري في العراق من عملية تغييب قسري أو مشروع تغيير ديموغرافي ومن يعني مشروع النزوح في داخل العراق ومعاناة النازحين. ترى لماذا المجتمع الدولي يصمت عن هذه الجرائم من وجهة نظرك؟ الحقيقة قبل أن نتحدث عن خروقات حقوق الإنسان، لا يوجد بالمفهوم الحقيقي والواقعي على أرض الواقع ما يسمى بالمجتمع الدولي أو القانون الدولي
القانون الدولي يفسر من قبل القوى العظمى أو القوى الكبرى ما حصل في فلسطين عام 48 تكرر حصوله في العراق عام 2003 وتكرر في فيتنام قبل ذلك. إذن حقوق الإنسان تعتمد على قوة المتصدي للانتهاكات اللي تجري. انتهاك حقوق الإنسان في العراق منذ اليوم الأول للاحتلال. منذ اليوم الأول للاحتلال شاهدنا وشاهد العالم أجمع ومن خلال شاشات التلفزيون كيف يتجرأ الجندي الأمريكي باعتقال المواطن العراقي أو ضرب المواطن العراقي أو بقتل المواطن العراقي. هذا العمل انسحب من 2003 ولحد الآن. آلاف اللي غيبوا، آلاف اللي شردوا، آلاف اللي هجروا، بل وصلوا إلى الملايين. ولذلك لا نعتمد على منظمات حقوق الإنسان ولا المجتمع الدولي، لأن الانتهاكات تحصل في أكثر من بلد. في أفريقيا وفي أمريكا اللاتينية. ابقى معي دكتور فاروق. بالتأكيد هذا اللي يهم. دكتور فاروق الفتيان، ابقى معي لو سمحت إلى أن يتم يعني تأمين الصوت بشكل أفضل، سأعود إليك طبعا بالتأكيد. دكتور محمد عماد، مدير الشؤون القانونية والسياسات منظمة سكايلاين الدولية لحقوق الإنسان في إسطنبول. دكتور محمد مرحبا بك. أهلا وسهلا بكم. دكتور، يعني التغييب القسري هذا المصطلح جاء إلى العراق مع احتلال العراق عام 2003، طبق على العراقيين وعلى مناطق بعينها. الكثير يصف هذا أو تطبيق هذا المصطلح أنه جاء ضمن مشروع التغيير الديموغرافي من أجل إحلال سكان مكان سكان آخرين، ولكن هنا التغييب القسري من الناحية القانونية كيف يمكن توصيفه في العراق ومعاناة المغيبين لا تزال موجودة حتى اللحظة منذ احتلال العراق؟ نعم، شكرا لكم على الاستضافة، وأكرر ترحيبي أيضا بزملاء الأعزاء، وعطفا على ما تقدموا به أن التهجير القسري عندما جاء الاحتلال الأمريكي إلى العراق كان هدفه تغيير ديموغرافي للواقع الإنساني داخل العراق، هذا أولا. ثانيا، لكن ما يمكن قراءته من مجموعة الأرقام التي كانت منذ الاحتلال الأمريكي إلى هذا اليوم والحالات التي توزعت عبر المدن العراقية، نعم نؤكد أن الإخفاء القسري والذي يتوافق بتعريف القانون الدولي إخفاء الأشخاص دون أن يكون هناك تهم قانونية أو عرض على الجهات القضائية، وأيضا مع استمرار تلك العملية لعدة أشهر متواصلة، ونحن نتحدث الآن عن سنوات في ظل صمت دولي غير مبرر حقيقة إلى هذه اللحظة، لا يمكن قبول الادعاء من قبل بعض مؤسسات المجتمع الدولي بأن ملف المخزون القسري غير واضح بالنسبة لهم. نحن والعديد من مؤسسات حقوق الإنسان العاملة في المنطقة العربية وحتى في المناطق الدولية تحدثنا بشكل واضح مع تلك الجهات الفاعلة وأرسلنا تقارير مفصلة بأعداد الأشخاص الذين تم اعتقالهم، حتى وصلنا إلى الكثير من الأسماء وتواصلنا معهم عن تلك الحالات وأيضا عن بعض المصادر المسربة التي قالت بأن الأشخاص أن هناك عشرات الأشخاص فقدوا حياتهم داخل السجون السرية، وأيضا تعرض أولئك الأشخاص إلى تعذيب ممنهج قائم على التوزيع الطائفي والسياسي لأولئك الأفراد، مع التأكيد على أن معظم الحالات التي كان فيها الإخفاء القسري للأسف هي حالات عن طريق المخبر السري، وأيضا بسبب عداوات شخصية بين هذا وذاك أو بين عائلة وأخرى أدت إلى فقدان آلاف الأشخاص من حقهم في الحياة والسلامة الجسدية، وهذا الأمر بطبيعة الحال انسحب على المكون العراقي بشكل عام، بمعنى أن الأسرة التي تفقد معيلها والتي تفقد ابنها والتي تفقد الأب والأخ، هذا الأمر له تبعات اقتصادية واجتماعية كبيرة ومرهقة لا يمكن الحديث عنها أو لا يتسع المجال للحديث عنها. وبالتالي عندما نتحدث أن هناك أكثر من 500,000 شخص تم إخفاؤهم قسريا، فنحن نتحدث عن ملايين الأسر العراقية التي تعرضت إلى ضرر بشكل كامل. كل هذا وذاك يأتي وسط، لن أقول صمت من قبل الحكومات العراقية المتعاقبة، لكن من قبل تواطؤ من قبل تلك الحكومات التي كانت تغض الطرف
في بداية الأمر عن عمل الميليشيات التي تتوافق معها من ناحية محمد طائفية. منظمات حقوقية تؤكد ابتزاز ضباط التحقيق لذوي المعتقلين بمبالغ تصل إلى $60,000، يعني حتى أن هناك عمليات ابتزاز لذوي المعتقلين. هذه الانتهاكات متنوعة، هناك انتهاكات يمكن يعني البوح بها، وهناك يعني من الصعب البوح بها، يعني هناك انتهاكات وتعتبر من الجرائم. من وجهة نظرك هذا التبدي أو هذا التعدي أو هذا الاستهتار، هنا من يتحمل مسؤوليته القانونية؟ يعني هل من المعقول أن يصل الأمر إلى هذا الحد ولا يوجد أي مساءلة ولا محاسبة ولا نظام قضائي يضمن حق المعتقلين وذوي المعتقلين؟ نعم، عندما تحدث عن المسؤولية بشكل واضح نستطيع أن نقول قطعا بأن الحكومة العراقية تتحمل الأمر جملة وتفصيلا، وذلك لعدة اعتبار. الاعتبار الأول أن الحكومة العراقية تعلم الميليشيات أو القيادات التي تقوم بهذا الأمر والمستفيدة منه بشكل مباشر، ودعني هنا نوه إلى نقطة بسيطة، أن بعض تلك المبالغ رصدنا مبالغ أكبر من ذلك على مشاكل شخصية، على قطع أرض، وأيضا على مشاكل بين العائلات، وبالتالي خرج الأمر من إطار حتى الاختلاف المذهبي أو الطائفي إلى تصفية الحسابات. وهذا هو إجابة سؤال حضرتك الذي تفضلت به في تقديم الحلقة، لماذا يستمر الاعتقال أو الإخفاء القسري إلى هذه اللحظات؟ هناك أشخاص مستفيدين بشكل كبير، هناك أموال طائلة تدفع، أصبحت تجارة رائجة للأسف على حساب العراقيين وأرواحهم وسلامتهم الجسدية. وبالتالي هنا نقول بشكل واضح أن الحكومة العراقية تتحمل الجزء الأكبر أو حتى تتحمل المسؤولية الكاملة، أولا لغضها الطرف عن الميليشيات التي تقوم بهذا الأمر للاعتبارات الطائفية، وثانيا لقيام الأفراد المتنفذين في تلك الحكومة بهذه الممارسات بشكل مباشر. وتم عمل أكثر من تحقيق وثبت تورط العديد من قيادات الأجهزة الأمنية، حتى رصدنا أن في بعض المناطق يتم الأمر وبنسب محصصة في إخفاء الأشخاص، وهذا الأمر يعطينا انطباع بأن الحكومة العراقية هي من تتحمل هذه المسؤولية، وأيضا المجتمع الدولي بالتبعية يتحمل هذه المسؤولية، كون أن المؤسسات الحقوقية نبهت في أكثر من مرة إلى تورط وتواطؤ الحكومة العراقية مع الميليشيات المسلحة في عمليات الإخفاء القسري لآلاف الأفراد، لكن المجتمع الدولي لم يحرك ساكنا أو على الأقل لم يتجه إلى تحريك المسؤولية الجنائية عن طريق الأذرع القضائية الجنائية الدولية تجاه الأشخاص الذين تشوب حوائلهم شبهات تورط في إخفاء آلاف الأشخاص من العراقيين. نعم دكتور محمد، سأعود إليكم. أستاذ عبد القادر النايل، يعني هناك أموال طائلة تدفع، يعني هل أصبح عمليات الاعتقال والتغييب القسري مصدرا للحصول على الأموال لصالح الميليشيات التي تقوم بهذه الانتهاكات؟ من اللحظة الأولى لعمليات الاعتقالات التي بدأت في العراق، هي أصبحت عمليات الابتزاز وتكسب المال الحرام من ذوي المعتقلين والمغيبين، بل وصل الحال إلى أنه يتم تسليم جثة المغدور به لقاء مبلغ مالي، وهذا حقيقة واقع عراقي معروف ومشهود تماما. لذلك أصبحت قضية المعتقلين سلعة للأسف الشديد بيد هؤلاء الذين يعلمون تماما أن المجتمع الدولي ساكت عنهم، وأن هناك فيتو أمريكي، وأن هناك دعما إيرانيا لهم، وبالتالي لا يوجد هناك محاسبة عليهم، فهم يبطشون بالشعب العراقي بطريقة كبيرة وواسعة. لذلك هؤلاء أصبح من أهم القضايا لهم هو الابتزاز المالي للمعتقلين ولذويهم، وتعلم تماما أن إنقاذ حياة الشخص المعيل للعائلة أو الفرد من أفراد العائلة، تذهب العائلة إلى بيع كل ما تملك، بل تذهب حتى الأسر القريبة عليهم لإعطاء أموال، وربما يستدينون ويبيعون ممتلكاتهم. وصل الحال إلى معلومات دقيقة على أن ضابط التحقيق الفلاني يتصل بالضابط الفلاني يقول له أريد منك 3 أو 4 معتقلين لأن بيتي الآن يحتاج إلى مبلغ مالي لإكماله، وهذا حقيقة واقعية حدثت في الموصل لكثير من المعتقلين حتى يجري ابتزازهم. لذلك للأسف الشديد أيضا القضاء في العراق والقضاء الحكومي يتحمل المسؤولية كاملة. يعني أنا أروي لك قبل عدة أيام معتقل لعدة شهور في محافظة الأنبار، يأتون بشهود إثبات بأن هذا الشخص بريء، وهؤلاء شهود الإثبات من الناصرية ومن بغداد،
ومن مناطق أخرى وحتى من غير محافظة الأنبار ليشهدون على أن هذا الشخص بريء وأن الإثباتات أو التهم الموجهة إليه هناك من يفندها، يأتون هؤلاء ويشهدون ثم تختفي شهاداتهم من ملف القضاء لأن هناك من يدفع أموالا أو يريدون أموالا من ذوي المعتقل من أجل تثبيت هذه الشهادات، وبالتالي هي تجري على مسامع القضاة الذين يدونون هذه الإفادات. فإذا هناك جريمة أخرى مركبة أن القضاء في العراق والقضاة يهادنون وبالتالي يتواطؤون مع المحققين من الضباط الدمج والضباط الآخرين في ملفات التحقيق سواء في مكافحة الإجرام أو الإرهاب. هذا يعني أو أن الفساد موجود حتى في القضاء. هذا يعني أن الفساد موجود حتى في القضاء، وبالدليل القاطع لأنه عملية الفساد في القضاء واضحة وبالتالي الإفلات من العقاب واضح، ولذلك تنطلق حملات عراقيين للتعريف بهذه القضية. طيب هو الإفلات من العقاب لهؤلاء المجرمين ممن أفلتوا؟ بالتأكيد من القضاة. هؤلاء القضاة لماذا لم يطبقوا القانون على هؤلاء المجرمين الذين أفلتوهم وجعلوهم أحرارا؟ لأنهم يتبعون لجهات سياسية، وبالتالي ربما قسما منهم يستلم أموالا طائلة للإفراج عن هؤلاء السياسيين المتهمين أو قادة الميليشيات، أو ربما هو جزء من هذه الميليشيات أو جزء من هذا الحزب السياسي. إذن نحن أيضا أمام مشكلة مركبة في العراق، لا يوجد هناك قضاء نزيها، قضاء عادلا يمكن أن يعول عليه في محاسبة هؤلاء، فضلا على أنهم لم يجرؤوا إلى الآن إلى فتح ملفات المحققين من الضباط الذين يستخدمون التعذيب وانتزاعات الاعترافات، وبالتالي يحكمون على الأوراق المقدمة لديهم من قبل هؤلاء ضباط التحقيق، وبالتالي لا قيمة حتى لوجود أوامر قضائية، لأن القاضي لا يعتمد على مهنيته في إدارة التحقيق، إنما يعتمد على الأوراق المقدمة من ضابط التحقيق، وبالتالي هنا يجري عملية الابتزازات الكبيرة. طيب ابقى معي أستاذ عبد القادر. دكتور فاروق الفتيان عاد إلينا مرة أخرى. دكتور فاروق كيف تسمعني الآن؟ بشكل جيد؟ جيد جيد. نعم. أسمعك بشكل دكتور جيد. البعض يتساءل يقول يعني حتى عندما قاموا بال يعني المسؤولين عن تسليم الموصل إلى داعش هؤلاء لم يحاكموا، في حين أن هناك من الناس من تم اعتقاله بشكل عشوائي وتم تغييبه قسريا ولا يعرف ذووه أين مكانه وأين يوجد، ولا يعرفون هل هو ميت أم هو حي. يعني هنا مع انعدام نزاهة القضاء مثل ما تفضل الأستاذ عبد القادر النايل، إلى أين يسير العراق؟ الحقيقة يعني من 2003 ولحد الآن ليس جديدا عدم نزاهة القضاء. من 2003 من بعد الاحتلال نصب قضاة معينين، والاحتلال غير كثير من في السلك القضائي وفي الدولة بشكل عام. قانون ما يسمى قانون اجتثاث البعث أزال من خلاله كثير من القضاة ومن ضباط التحقيق ومن الضباط الأساسيين والكادر الموجود في وزارة الداخلية. ومثل ما ذكر الأستاذ عبد القادر أن التحقيقات ليست سليمة والادعاء ليس سليم والقضاء ليس سليم، ولذلك التغييب ليس من أيام احتلال الموصل أو أيام التغييب حصل منذ اليوم الأول للاحتلال. التغييب مارسته القوات الأمريكية ومن ولكن ثم ولكن هناك من يقول أن هناك ازدواجية في المعايير، يعني المتسببين يعني بما جرى في الموصل الآن يعني لم يحاسبوا ولم يسألوا ولم يسجن أو يتهم أو يعدم أحد، في حين أن الكثير من مئات الآلاف من العراقيين الذين تم إيداعهم سجون سرية وعلنية هم بوشاية من المخبر السري لا يتم محاكمتهم وفق أطر قانونية صحيحة، إلى الآن لا يعرف ذووهم أين مصير أبنائهم. ترى من وجهة نظرك يعني عدم نزاهة القضاء بهذا الأمر ما تداعياته على المشهد؟ وضعوا ما يسمى بقانون مكافحة الإرهاب، وضمن هذا القانون سيس هذا المفهوم، ونعرف جميعا أن ما بعد 2003 ولغاية سنوات عديدة كانت المحافظات الغربية بشكل كامل وبغداد وما يحيطها من
مدن وقرى جميع المعتقلين تعرضوا إلى التعذيب، تعرضوا إلى السجن لسنوات عديدة دون عرضهم على القضاء، دون محاكمتهم بشكل أصولي. ولذلك سيس القضاء وسيست الدولة بكاملها لصالح أحزاب متنفذة ولصالح نقولها بالحرف الواحد لصالح إيران ومن يتبعها، الميليشيات الإيرانية مارست دورها في سواء قبل الموصل وما بعد الموصل، ربما فضحت بشكل أكبر بعد انتفاضة تشرين، لأن انتفاضة تشرين حصلت في المناطق الجنوبية ولأول مرة تكشف الكثير من الأمور التي كان يتستر عليها البعض التي تحصل في الأنبار أو في ديالة أو في صلاح الدين أو في الموصل أو في بغداد والقرى والمدن المحيطة في بغداد. لذلك القضاء لم يكن نزيها، السلطات لم تكن نزيها، ولا زال للأسف آلاف المغيبين وآلاف المعتقلين في السجون لم يعرضوا إلى القضاء، وإذا عرضوا إلى القضاء نعرف أن الكثير منهم تم التحقيق معهم وبتهم كيدية وبأساليب غير مشروعة، وتم إعدام الكثير من هؤلاء وهم أبرياء، ذنبهم أنهم هم أبناء المحافظة كذا أو ينتمون إلى التيار الذي يختلف عن التيار الذي يحكم العراق الآن. نعم دكتور محمد عماد، عمليات التغييب القسري ما هي إلا أو سوى نتيجة لمشروع التغيير الديموغرافي؟ هذه العمليات تتبعها الكثير من الجرائم، سواء بالمداهمات والاعتقالات العشوائية، وكذلك بالكثير تتبعها الكثير من الانتهاكات. هنا من وجهة نظرك، أثمة تبعات قانونية لما ترتكبه هذه الميليشيات في العراق؟ من الذي يستطيع محاسبة هذه الميليشيات إذا كان المجتمع الدولي كله متوافق وكله راض وكله يرى بعينه ما يجري في العراق، وكأن شيئا من الأمور البديهية التي تحصل أن العراق هكذا سائر إلى مشروع التغيير الديموغرافي وأن الأمر مسلم به؟ هل هناك تبعات قانونية تتحملها، أو هل هناك نظام للمساءلة والمحاسبة؟ من الجهة التي يمكن أن تحاسب من يرتكب هذه الانتهاكات في العراق؟ نعم، حقيقة الملف القانوني المتابع أو الملاحق للانتهاكات التي تقوم بها الميليشيات من الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، طبعا هذه العمليات لا تتم إلا برفقة انتهاكات أخرى، بمعنى اقتحام المنازل وتهديد الآمنين وفي بعض الأحيان إطلاق النار على المدنيين المتواجدين أو الأشخاص الذين يقومون بمقاومة تلك الميليشيات. أضف إلى ذلك عمليات الاختطاف خارج القانون، وهناك الأشخاص الذين قاوموا ومنعوا عمليات الاعتقال بشدة تم قتلهم أو إعدامهم ميدانيا. أضف إلى ذلك الملف المهم جدا أيضا، ملف النازحين قسريا، والذين يتم الأشخاص الذين يتم ترحيلهم قسريا، يتم اختطاف عشرات الأشخاص، وقد تم توثيق هذا الأمر في أكثر من مناسبة، اعتقال عشرات الأشخاص أو إخفائهم أثناء تنقلهم من مخيم إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى. وبالتالي نحن أمام مجموعة من الجرائم الكاملة القانونية وانتهاكات واسعة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأيضا للاتفاقية الخاصة بحماية النساء والأطفال، وأيضا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، و أيضا ميثاق روما المشكل للمحكمة الجنائية الدولية، وأيضا قواعد لاهاي وغيرها. وبالتالي نحن هنا أمام مخالفات صارخة للقانون الدولي، وهذه النقطة متفق عليها. لكن النقطة التي بها بعض الشوائب في كيفية تحريك المساءلة الجنائية، ونحن نتحدث عن نظام قضائي يتخلله العديد من ملفات الفساد، وأيضا البعد عن المهنية في التطبيق، ونحن أيضا وثقنا العديد من الحالات، الأشخاص عندما عرضوا على القضاء أخبروهم أننا طلب منا أن ندفع مبالغ مالية، وكان القاضي
وكأنه لم يسمع شيء، وبالتالي نحن نتحدث عن غياب دور القضاء الداخلي، ونحن هنا لم يبقى لنا إلا القضاء الخارجي. القضاء الخارجي وهنا نقصد القضاء الدولي وبشكل أخص المحكمة الجنائية الدولية، كون أن مثل هذه الجرائم تدخل في اختصاصها. لكن أيضا يمكن تفعيل بعض المحاكم الدولية داخل الدول، لكن نحن بحاجة إلى تعاون من قبل دول الاتحاد الأوروبي، وبخاصة هل هذا التعاون ممكن؟ هل هذا التعاون تتوافر له البيئة الملائمة؟ إلى الآن لا نستطيع الجزم بأنها توجد البيئة المتوافرة لعدة اعتبارات. الاعتبار الأول، يجب أنه كان بالأولى أن تكون الحكومة العراقية حريصة ولو على الأقل بالتقدم للمحكمة الجنائية الدولية، لو عندها النية الحقيقية في تقديم كما تقول بأن هناك ميليشيات ولا تستطيع فرض سيطرتها عليهم، لكن هذا الأمر هو المعلن، لكن الأمر غير معلن أن هناك تنسيق بين الحكومة والميليشيات. لكن يبقى هنا الدور على المؤسسات الحقوقية واللجان الحقوقية العاملة في العراق، وأيضا المؤسسات الدولية المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي العراقية. نعم دكتور محمد. هذه الظروف عندما تتضافر وعندما يتم تجهيز الملفات القانونية ويتم عرضها على المحاكم الدولية وبخاصة المحكمة الجنائية الدولية، عندها نستطيع أن نقول بأن الخطوات الأولى في تقديم المخالفين أو المرتكبي تلك الجرائم قد بدأت. لكن في حالة غياب التنسيق الواضح بين تلك المؤسسات وأيضا وجود فرض سيطرة من قبل الحكومة العراقية بشكل بوليسي وبشكل يخالف القانون، فنحن أمام عقبات كثيرة يتحللها طريق المسألة القانونية. واضح. ابقى معي دكتور محمد لو سمحت. أستاذ عبد القادر النايل، يعني تخرج أصوات من هنا وهناك تتعالى بين الفينة والأخرى فيما يخص موضوع النازحين تارة أو موضوع المغيبين تارة أخرى من قبل السياسيين. هنا السياسيين مع اقتراب الانتخابات في العراق يتحدثون ضمن مشاريعهم وضمن وعودهم وضمن كلامهم عن أننا سوف نقوم بكذا وكذا. هناك الكثير من يعني مما صدر منهم، على سبيل المثال جرف الصخر. جرف الصخر هذه المدينة التي فيها أسرار لا أحد يعلمها إلا الله ثم إيران، يتحدث السياسيون عن أنهم قادرين على إرجاع أهلها إليها ومن هذا الكلام. من وجهة نظرك، يعني لماذا الآن يعني المحاولة من قبل السياسيين للعب على ملف المغيبين، يعني وكأنه أنهم يحاولون استغلال هذا الملف سياسيا؟ هؤلاء تجار الأزمات للأسف الشديد يعني فقدوا إنسانيتهم بالكامل، لأنه قضية الاتجار بمأساة الناس والعزف عليها والضغط عليهم على تلك العوائل يؤكد على أنهم فقدوا مروءتهم بالكامل. وبالتالي يعني إذا ما كانت هناك بعض الأمور الذي نقول أن هؤلاء السياسيون متواطئون، هؤلاء فاسدون، هؤلاء يريدون جني مناصب، لكن عندما يصل الإنسان إلى مرحلة موت الضمير يؤكد تماما على أنه فقد إنسانيته بالكامل، وبالتالي لا يشعر بالإنسانية التي ميزها الله سبحانه وتعالى عن باقي الكائنات الحية للبشر. لذلك هؤلاء يريدون من خلال الاتجار بهذه القضية، يريدون التكسب سياسيا من خلال الضغط. على سبيل المثال على عوائل جرف الصخر، انتخبوا القائمة الفلانية حتى يتم إعادتكم. وبالتالي هكذا عملية الاتجار بملفات إنسانية بحتة من أجل التكسب السياسي ومن أجل الوصول إلى مرحلة معينة من أجل تزوير انتخابات للوصول إلى مقاعد نيابية، تؤكد على أن هؤلاء لا يمتلكون لا من الغيرة اسما ولا يمتلكون من الإنسانية رسما، وبالتالي يحاولون بكل الوسائل للوصول إلى السلطة وعبر الفقراء وعبر هؤلاء الذين ضغطتهم العملية السياسية، وإلا فإنهم معلوم تماما أنهم يشاركون مشاركة فعلية في عملية تغييب جرف الصخر أو وجود مناطق منزوعة السكان أو المغيبين. لو كان هؤلاء صادقون لأخذوا تلك العوائل في الصقلاوية إلى القضاء وقالوا للقضاء أو لرئيس القضاء الحالي زيدان لماذا لا يتم فتح دعاوى لهؤلاء، يقيموا دعاوى لأنهم شاهدوا من اختطف أولادهم وذويهم ورجالهم ومن وعدهم بأنهم بعد 12 ساعة أو بعد يوم سيعودون إلى مخيمات النزوح، وبالتالي إلى الآن جرى تغييبهم، لماذا لا يفتحوا القضاء أذرعه؟ وهذا أحد أوجه فساد القضاء في العراق،
أنه لا يقبل دعاوى من العوائل المغيبين لإقامة دعاوى. قد رأيتم ما حدث لمتظاهري ثورة تشرين عندما يتم رفع دعوة قضائية على شخص معين، يتم تهديد العوائل والقضاء لا يستجيب أو يطلق سراحهم. لذلك تجارة هؤلاء السياسيين، تجار الأزمات في هذه القضية أصبح واضحا ومعلوما للجميع، بل حتى لهؤلاء النازحين أو لعوائل المغيبين أو للمنكوبين، لأنهم لا يفعلون شيئا سوى التجار بهذه القضية فقط، وإلا فقد فشلوا في كثير من الملفات. لم يستطيعوا زيارة من النساء المعتقلات في تلكيف في الموصل وهم يتبجحون بأنهم يريدون عودة النازحين، لم يستطيعوا زيارة المعتقلات على بعد عدة كيلومترات في السايد فور في ملعب الشعب الدولي، تلك السجن السيء، لم يستطيعوا أن يذهبوا لزيارة المعتقلات من النساء في سجون الإرهاب ومكافحة الإرهاب في محاجر مطار المثنى. فكيف لهم أن يبروا بوعودهم ويعيدوا مناطق كجرف الصخر أو يذهبوا إلى معتقلات سرية تديرها الميليشيات وهم غير قادرين على حماية أنفسهم؟ لكنهم حقيقة هم مشاركون مشاركة فعلية، لأنهم متواطئون ولأنهم يشرعنون لهذه العملية السياسية الفاسدة وأمام المجتمع الدولي، وأنهم يقبلون بالشراكة مع هؤلاء، وإلا فإن شراكتهم معلومة مع المجرمين الذين نفذوا هذه الاغتيالات. وربما ما أشار إليها ضيفك الأستاذ فاروق الفتيان، نعم، بقانون مكافحة الإرهاب سيء الصيت، هؤلاء الذين هم ربما قد استخدم ضدهم هذا القانون، لكنهم إلى هذه اللحظة متمسكين به داخل أروقة العملية السياسية وأمام المجتمع الدولي عندما يقولون أن هذا القانون ليس قانونا طائفيا. لذلك هم حقيقة يتحملون المسؤولية الكاملة بالكامل على ما جرى في هذه المناطق، لأنهم يتاجرون فيها. نعم، بطبيعة الحال هذه الاعترافات تؤخذ عن طريق التعذيب ودون محاكمة، وحتى الذين يتم محاكمتهم من هؤلاء الذين يتم اعتقالهم، يعني هذه المحاكمات تجري يعني من غير معايير صحيحة أو خاضعة لمعايير صحيحة بالنسبة للأمور القضائية. بالعودة إليك أستاذ دكتور فاروق الفتيان، يعني هنا نتساءل، طبعا من البديهي ومن الواضح أن نظام المحاصصة في العراق فرض أمورا منذ عام 2003 وإلى الآن، ولكن نتساءل هنا عن دور سنة السلطة في ما يجري أو موقفهم فيما يجري لعمليات من عمليات التغييب القسري لمحافظات بعينها، وهم يرون الكثير من السياسيين أو من السياسيين من يحاول الترويج انتخابيا لنفسه بأنه سوف يقوم بإعادة أهالي جرف الصخر وإعادة أهالي المناطق التي هجر أهلها منها أو الكشف عن مصير المغيبين. للأسف ما يسمى بسنة السلطة منذ اليوم الأول، إذا كنا نعتبر ما الحزب الإسلامي اللي كان في البداية يمثل، كان إلى عضو في مجلس الحكم وعضو في الجمعية الوطنية وكان إلى كتلة داخل البرلمان، إذا هو كان أحد اللي يروج إلى الدستور، وهذا الدستور اللي بظلم كبير على المكون اللي هم ينتمون إلى أو يدعون أنهم هم يمثلون هذا المكون، فلذلك سنة السلطة بحثوا عن مصالحهم، بحثوا عن تحقيق رغباتهم الشخصية. كل إذا نجي نستعرضهم بالأسماء واحد واحد لم يقدموا أي شيء. الآن في السابق ربما لم تكن الميليشيات بهذه القوة ولم تكن السلطات قادرة على أن تتصرف تجاههم بنفس القوة اللي تتمتع بها الآن عندما كان في بداية الاحتلال، ولكن هم قدموا تنازلات كبيرة من خلال هذه التنازلات للحصول على مكاسب شخصية، وظلموا المحافظات اللي مثلوها، ولذلك لا أستطيع أن أقول هناك من يمثل ما يسمى بالمحافظات الغربية أو المكون السني، إذا جاز لنا أن نقول مكون سني. هؤلاء هم لم يقدموا أي شيء إضافة إلى كونهم ضعفاء. الآن ليس فقط هؤلاء، وإنما حتى رئيس الوزراء لاحظنا في أكثر من مرة
يهدد ويضطر إلى إطلاق سراح سجين معين اتهم بقتل متظاهري انتفاضة تشرين سواء في كربلاء أو في النجف أو في بغداد، وتقوم الميليشيات بالضغط على رئيس مجلس الوزراء ويتم تنفيذ رغبات هذه الميليشيات. إذن لا سنة السلطة ولا الموجودين في السلطة الآن هم أصحاب القرار. أصحاب القرار الأساسي هي الكتل السياسية اللي هي تمثل الميليشيات المتنفذة في الشارع العراقي. طيب. واللي مرتبطة ارتباط كامل في إيران، وهذا واضح للجميع. السفير الإيراني هو الذي يوجه هذه الكتلة أو تلك الكتلة، وهذا اللي حاصل في العراق منذ عام 2010 ولحد هذه اللحظة. دكتور محمد عماد، رئيس الوزراء في العراق تصور أنه لا يستطيع أن يأمر الميليشيات، الميليشيات هي التي تهدده بشكل مباشر وصريح وأمام وسائل الإعلام، سواء بقطع أذنه تارة وتارة أخرى بأمور أخرى. الكتل السياسية هي التي تتحمل المسؤولية مثل ما تفضل الدكتور فاروق، ولكن هنا من يستطيع فعلياً يعني محاسبة الكتل السياسية ووضع حد لما يجري في العراق من انتهاكات وجرائم فيما يخص التغييب القسري؟ نعم، دعني أبدأ أولا في موضوع أن رئيس وزراء العراق هدد من قبل الميليشيات. هذه مسرحية هزلية فقط من أجل إسقاط المسؤولية عن الحكومة العراقية في هذا الملف. الجميع يعلم علم اليقين، خصوصا الأشخاص الذين أو المختصين في موضوع قضايا الاختفاء القسري في العراق، يعلموا تواطؤ الحكومة بشكل كامل مع تلك الميليشيات المسلحة. وإن حدث خلاف هو يحدث خلاف بين أفراد يتبعون للحكومة وبين تلك الميليشيات على بعض الحصص وبعض النفوذ وأيضا بعض الأموال التي تدفع من قبل الأهالي لهذه الجماعة أو تلك، وبالتالي هذه الإدعاءات غير صحيحة وغير مطابقة للواقع. ثانيا، نعم الأحزاب السياسية بدورها تتحمل المسؤولية، وخير دليل على ذلك أن الأحزاب السياسية التي ستدخل الانتخابات هي من تروج بأن ملف المقاومة القسرية سيتم إنهاؤه، وبالتالي أصبح ورقة للأسف ورقة ابتزاز للأهالي من أجل الحصول على مقاعد انتخابية أو على حقائب وزارية هنا أو هناك. لكن عندما نتحدث أيضا عن المسؤولية والطريقة الحقيقية، نحن نستغرب أو هناك سؤال نطرحه: أين مجلس النواب العراقي مما يحدث الآن؟ أين دور الكتل السياسية الموجودة داخل هذا المجلس والتي يجب أن تفرض رقابتها على أعمال السلطة التنفيذية؟ بالضبط، وهذا ما نقصده، أنه لا يوجد هناك مجلس يطلع بدوره الحقيقي والقانوني والأخلاقي. الشعب هو من انتخب الممثلين عنه ليقوم هؤلاء النواب بمحاسبة أعضاء الحكومة ومتابعة سير أعمال السلطة القضائية ضمن الفصل المرن بين السلطات، وأيضا لضمان تحقيق أعلى مدى رفاهية لأولئك الأشخاص. لكن منذ سنوات عدة إلى هذا اليوم وجدنا أن هذا المجلس يتواطأ بشكل مباشر وغير مباشر حقيقة مع أهداف معلنة وغير معلنة في موضوع توزيع ديموغرافي وأيضا الطائفي بين فئات المجتمع، وهذا الأمر أدى إلى حدوث كارثة مركبة في العراق. يعني بمعنى أنه لم نجد أي تحرك من قبل مجلس النواب العراقي عند التهجير القسري للاجئين وتعريض حياة سكانه للخطر، وأيضا ابتزاز النساء وتعريضهم للتحرش الجنسي والاغتصاب وحرمان الأطفال من التعليم، وأيضا نجد هذا المجلس صامت أمام تغييب مئات الآلاف من الأشخاص. وعندما يأتي موعد الانتخابات نرى يخرج هذا النائب أو ذاك من أجل أن يتحدث عن دور المجلس في إنهاء هذا الملف. كل الأطراف السياسية في العراق لا شك هي متورطة بشكل مباشر أو غير مباشر بهذا الملف. كل الأطراف التي تصمت عن استمرار هذه المهزلة الحقوقية والإنسانية المستمرة والممتدة منذ السنوات تتحمل المسؤولية وتتقاسمها بشكل كامل. الحكومة العراقية هي في الواجهة وهي ما تتحمل هذه المسؤولية بشكل كامل. أيضا الميليشيات المسلحة ومن يدعمها من دول الجوار لتحقيق أهداف سياسية عفوا وأهداف دينية، وأيضا الأحزاب السياسية التي تصمت أمام هذه الانتخابات وتروج لهذه القضية فقط من أجل المكاتب السياسية. ولا ننسى المجتمع الدولي الذي بدوره السلبي يعطي الضوء الأخضر والغطاء الضمني لبعض الخارجين عن القانون
بالاستمرار في انتهاكاتهم، بل وإعطاء الحكومة العراقية الفرصة الكاملة لممارسة انتهاكاتها بدعوى أنها تحارب الإرهاب وإقرار قوانين تعزز من فرض السيطرة البوليسية ومن فرض الانتهاكات غير المبررة تجاه المواطنين والمدنيين العراقيين. شكرا لك دكتور محمد عماد، مدير الشؤون القانونية والسياسات بمنظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان في إسطنبول، ونشكرك أيضا شكرا جزيلا دكتور الأستاذ عبد القادر النايل الكاتب والمحلل السياسي، كنت معي عبر سكايب من عمان، شكرا لك أستاذ عبد القادر. ونشكرك أيضا شكرا جزيلا الدكتور فاروق الفتيان الدبلوماسي والأكاديمي العراقي معي عبر سكايب من أثينا، شكرا دكتور فاروق. نشكر لكم حسن المتابعة مشاهدينا الكرام، وإلى اللقاء.